تشرف الناحية الربيعة بزيارة الأستاذ نوفل سلطان المحافظ عندنا والمنطقة المرافقة إلى الناحية، فتم اللقاء معه وتم طرح الاحتياجات التي تحتاجها المواطنين في الناحية الربيعة، وهي الحاجة الرئيسية للناحية الربيعية احتياج الفلاحين والمزارعين في الربيعة إلى استلام محصولهم من الحمض والشعير، لهذا الحمد لعدم كفاية ساحات الخزن الموجودة في مشيربة وساحة الشعير لاستلام هذا المحصول، فوعدنا سيادته بالاتصال بالمراجع وزارة التجارة لغرض طرح المشكلة عليهم وإيجاد حلول لهذه المشكلة. كذلك تم طرح احتياجات الدوائر الأخرى وهي البلدية ودائرة ماء ربيعة إلى سيارات حوضية لغرض إيصال الماء صالح للشرب إلى القرى التي بحاجة إلى ماء صالح للشرب، وكذلك احتياج النازحين وهذه ربيع إلى المساعدات. ونقدم كل الشكر والتقدير إلى الأستاذ نوفل سلطان العقوب على زيارته وعلى مساعداته من التسلم النهائية إلى العوائل في ناحية ربيعة.